السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان سنابل الخير، وهو الدرس الأول من الوحدة الأولى التي هي بعنوان الله واسع عليم. الدرس يتناول معنى الصدقة وصورها وشروطها من خلال الآيات القرآنية في سورة البقرة. هيا نقرأ الآيات ونتناولها بالشرح والتوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى يتحدث في الآية الأولى عن الإنفاق في سبيل الله، فيشبه المنفق بمن يزرع حبة تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. معنى سنبلة هي جزء من النبات يتكون فيه الحب، وهنا يوضح الله سبحانه وتعالى أن الله يكافئ المنفق بمضاعفة الثواب، وهذا لتشجيع المؤمنين على التصدق. ثم يختم الله سبحانه وتعالى الآية الأولى بقوله واسع عليم. كلمة واسع تدل على كثرة عطاء الله لتشجيع المؤمنين على التصدق، وعليم تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم نية المتصدق فتكون لرضا الله سبحانه وتعالى. ومن صور الإنفاق في سبيل الله بناء المدارس والمساجد والمستشفيات، التصدق على الفقراء، كفالة اليتيم، التبرع للبلاد المنكوبة، التبرع للجيش. أما الآية الثانية فتتحدث عن شروط الإنفاق في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن شروط الإنفاق في سبيل الله. 1- أن تكون النية خالصة لوجه الله، أي يكون الإنفاق لإرضاء الله ومساعدة الفقراء وليس للتفاخر. 2- أن تكون من مال حلال. 3- ألا نتبع الصدقة بالمن والأذى، ومعنى المن هو الفخر بالعطاء والأذى هو الضرر، فلا نتفاخر على من نساعده ولا نضره ولا نؤذي. ولقد وضع الله سبحانه وتعالى هذه الشروط حتى نأخذ أجر الصدقة كاملا ولا نجرح شعور الفقراء. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بأن من يتصدق ولا يتبع صدقته منا ولا أذى، أي لا يتفاخر على من يعطيه ولا يضره، فلا خوف عليه يوم القيامة ولا يصيبهم الحزن في الآخرة. أما الآية الثالثة فتتحدث عن رد السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فالله يتحدث عن رد السائل إذا لم يكن معك ما تعطيه، فنرد السائل بكلمة طيبة مثل اللهم يسر لك أو رزقك الله، حتى لا نسبب له الحزن والإحراج. ثم ختم الله الآية الثالثة بقوله والله غني حليم، لأن الله غني لا يحتاج لإنفاق من يمن. والآيات الكريمة ترشدنا إلى الإنفاق في سبيل الله، وعدم اتباع الصدقات بالمن والأذى، ورد السائل بكلمة طيبة. ويشتمل الدرس أيضا على حديث شريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه. يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن أي مسلم يغرس غرسا، ويغرس يعني يثبت في الأرض، وغرسا المراد الشجر أو النخل، أو يزرع زرعا ويأتي ويأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، وبهيمة معناها حيوان، فكان له به ثواب عظيم كثواب الصدقة. ويرشدنا الحديث الشريف إلى أهمية الزراعة والزرع وثواب الزارع أنه كثواب الصدقة وهو ثواب عظيم. ومع سؤال المتفوقين، لمن نتصدق؟ ولماذا رغبنا الله في الصدقات؟ وكيف رغبنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.